هات القلم بكتب قصيد ودواوين هات القلم بكتب قصيد ودواوين في صاحبي بكتب جزيل المثال يا سلام الصاحب اللي راجح بالموازين الصاحب اللي راجح بالموازين لب عينك لب قلبك الصاحب الصادق الصاحب الصادق صدوق الفعايل يجريك ما يجري الدماء بالشرايين يجريك ما يجري الدماء بالشرايين غلاه ويسوى عندي كل القبائل أنا أشهد أنه أنا أشهد أنه من هل الخير والدين وكل المراجل وكل المراجل جابها والجمايل رجل المواقف من رجال ميامين رجل المواقف من رجال ميامين حر ولد حر ولا بخمايل رجل النظيف الفكر والقلب والعين رجل النظيف الفكر والقلب والعين لا ساق رجله للدنس والرذايل لا ساق رجله للدنس والرذايل قلت الحقيقة قلت الحقيقة بصدق وفعل وبراهين وعندي على ما قلت ثبت ودلائل صلاة صلوا على خير الرسل والنبيين صلوا على خير الرسل والنبيين والحمد للرزاق الله الحمد لله اللي رزقني اليوم والحمد للرزاق من شلم خاير هذه قصيدة من واحد أعمى عبد الله المنيع أبو فارس نعم والله من هالخطامة أبو فارس صح صوتي من الخطامة نعم سدير سدير يا سلام